مصر بتنتظر، مصر هيدخل خزينتها 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، زي ما مكتوب قدام حضرتك اهو. احنا منتظرين اخر الشهر اليومين اللي جايين دول 14 مليار دولار. طيب ال 14 مليار دولار دول يا سيد الفاضل، في 12 مليار منهم رايحين للديون الداخلية. عندي فيديو بس مش هعرضه على حضراتكم عشان وقتكم، يعني هحاول اختصر لك اللي فيه، ان ال 14 مليار دول في 12 مليار منهم هيدخلوا عشان يهدوا الديون الداخلية، يدفعوا، لان مصر جوه عندها ديون داخلية مهولة، ففي 12 مليار هيدفعوا للديون الداخلية، والخزينة هيفضل فيها 2 مليار. ليه؟ لان يعني في خبير اقتصادي قال مصر عليها داخليا حوالي 133 مليار دولار، وبعدين رجع وعدل قال يا جماعة انا اسف جدا، الخبير محمد فؤاد قال الرقم 118 مليار دولار ديون داخلية. انا مش بكلمك عن ال 166 الديون الخارجية، انا بكلمك عن الديون الداخلية، واخد بال حضرتك؟ هو الخبير هو بيقول، بيعتذر عن الكلام اللي قاله مع عمرو أديب، كان قايل ان هم 133، طلع وقال ملحوظة الدقيقة 48 ثانية، ذكرت بالخطأ رقم 133 مليار دولار لتقويم الدين المحلي، الرقم الصحيح 118 مليار دولار. إذن مصر عليها داخليا على الأقل 118 مليار دولار، في 14 مليار دولار هيدخلوا قسط من بيعنا لأرض رأس الحكمة، 12 منهم هيتاخدوا علشان يدفعوا يتسدد بيهم جزء من الديون الداخلية، و2 مليار هيفضلوا في الخزينة ورايحين طبعا لمساراتهم هم كمان. فلما يطلع إعلامي ولا سياسي ولا اقتصادي يقول لك الدنيا هتتحسن والوضع هيبقى تمام في نهاية إبريل علشان الفلوس اللي باعوا بيها رأس الحكمة هتدخل الخزينة، حضرتك تبقى عارف إن الفلوس اللي داخلة دي ال 14 مليار منهم 12 رايحين لسداد جزء من الدين الداخلي اللي على الأقل بيصل إلى 118 مليار.